أقف اليوم أمامكم وأنا أعلم أنه يسمعني بطريقة أو بأخرى. يمسد الليل ويرى ابنه قبل 21 عام. يرى ابنته قبل 21 عاما على حادث عسكري تؤخذ من يده. أربعة أيام على بداية عام نوفمبر، بداية لم تظهر من أيام كلها ولم تعرف حجم العناق الأبدي. وبقيت الأحلام درس لتشكل صورة اللقاء الأول وإلى اليوم. أحلام مؤجلة وحضور مؤجل وفرح مؤجل وصورة مؤجلة. وأنا أنتظر حاملة معي رسائلنا وأحاديث الليالي وصبر الأيام وزيارات السجون وعيون صادقة. فيا حلم الأيام وامتلاك هذا كله يا وجه الحقيقة في زمن الغيبات إليك يا والدي. ولكنها ليست النهاية، فهذا حصاد هربته يداك وما فعلت للصورة الكاملة التي كانت معجزة الأيام ونورها. أسندت دمامات وأوقفت قدمين لا تقدر على حمل نفسها إلى صبر متجسد في امرأة عظيمة. إليك أمي.